أنت أثرت قضية هي من القضايا أيضا الحساسة في المجتمع، وهي الخروج من المؤسسة السجنية والعودة والاندماج في ثنايا المجتمع، أن ننظر إلى السجين بنظرة مغايرة. هذا كانت دعوة الرئيسية أو قصة رئيسية للمسلسل، فتناولتها بكثير من العناية. بالفعل بالفعل، أنتم تعرفون أن أهم شيء أعتقد في الدراما في السينما وفي التلفزيون أن يحمل موضوعك قضية، أن لا يكون فقط تأتيت الدراما أو تأتيته من الناحية الموضوعية، يعني أن تخلق موضوعا فقط من أجل أن يكون مطار فرجة. لا، ليس هذا هو الأهم. الأهم هو أن يحمل في طياته وفي داخله قضية مهمة جدا، قضية يمكن أن تشغل بال الجميع وأن تكون يعني أن نسلط على الضوء بالكثير من العناية. فقضيتنا داخل هذا المسلسل هو الخروج من المؤسسة السجنية، أن السجينات السجناء عندما يكونون، ليس الأهم هو أن هم ارتكبوا أو غير أو لم يرتكبوا، ليس هذا هو الأهم، رغم أن ذلك نحطه أيضا في 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 محراب نقول في في الاعتبار، صح في الاعتبار. ولكن الأهم أيضا هو أنه بعد قضائهم فترتهم السجنية، خصوصا النساء، خصوصا السجينات فترتهن السجنية، وأن السجن هو إصلاح وتهذيب، وأنهن أخذن ما يكفيهن من العبر داخل هذه المؤسسة وبعد خروجهن، فيجب على المجتمع، علينا جميعا، ألا نحاسبهن، ألا نعاقبهن مرة أخرى. يجب أن نفتح لهن الفضاء ونمحو وصمة العار، ونمحو وصمة العار عليهن، وأن نقولهن أن كنا الآن داخل مجتمع آخر يتسامح يتصافح، يحاول أن نطلقهن لهن المجال لكي يتسامحن مع الذات، مع الماضي، مع ما أصابهن من عار إلى غير ذلك، وأن يصلن إلى حياتهن العادية بأن يخلقن لهن مجالا للحلم، لأن ينطلقن في الحياة إلى المستقبل.